انا باعتباري كأم بنتي كتقرا في مؤسسه النبوغ، الاشكال اللي لقينا انهم وسط السنه فرضوا علينا التوقيت المستمر، وحنا ما خدوش بعين الاعتبار اراء ديال لي بارون، قالوا لنا بان الاغلبيه الساحقه موافقه. حنا قلنا اليوم غير انهم غديروا معنا الاجتماع، غنجمعونا في قاعه وحده غنشوفوا الاغلبيه الساحقه بعيننا. وهاد الاغلبيه الساحقه كنهضر على البريمير ماشي الاعدادي، اللي ما نقراش بنيه عندها 5 سنين ببنيه في الاعدادي قادره انها تدخل الطواليط وتكون براسها وغتاكل مع بنيه صغيره. هما جاو وسط السنه وفرضوا علينا، ودابا انا كتقول لك خذي الدوسي وما غنرجعش لكم لي فري وما غنرجعش لا سيرونس اللي عجبو مرحبا، واللي ما عجبوش الله يعاون. ما يمكنش انا بنتي تقرا ماده، ماشي علاش ما يمكنش تقرا ماده في النهار، انا بنتي خاصها تغير نفسيتها، خاصها تجي لدارها وتستراح وتحط صباطه وتغدى وترجع بنفسيه جديده باش تقرا حاجه اخرى. ما يمكنش ويخرجوا في 3:30 اون فان دو كتقول لك بغيتي تزيدي ساعه تزيدي الفلوس. حنا واش باكين في السوق ولا في مؤسسه؟ هادشي اللي داروا هاد الناس ما خدامش، على حسابها نقصوا عليهم جوج دورات ديال الترونسبور وزادوا لينا حنا المصاريف ديال الماكله. انا غادي ندخل عندهم دابا الا ردوا لي الفلوس ديالي غادي نحول بنتي معهم، غنشوف شي مدرسه اللي عندها التوقيت مزيان وندي لها بنتي. انا خدامه كندخل مع 8 وهما دايرين 9، ما يمكنش انا نمشي للخدمه ونخلي بنتي في الزنقه كتسنى في ترونسبور. المدرسه انا عارفه قالت كناكلوا فوق طاوله، يعني ما كاينش فين غادي ناكلوا، هادشي اللي عارفه انا. وفي العشيه انا خدامه كنخرج حتى السونس وهي غادا تجي مع 3 فين غتبقى هاد الدريه؟ ما عطاوناش الفرصه فين نتفاهموا بحال هكا، يعني غير تجار قارة. داروا لكم الفرد هذا غير بوحدهم؟ هادشي ما خباريش انا، والله ما خباري بالله. حتى انا اتصلت بها المدام قالت لي دير ليه الشاندويش ديالو ديال الغدا، انا كنصعبو زيت السويع حتى انا كتجيب لي الوقت ديال السويع. لا ما خدامش لي هاد الوقت انا، كنخدم ليه وقت. اللهم ندخل انا رجوع، اللهم ندخل انا كنتش نهار شاندويش، راه ما خدامش ياكل نهار شاندويش. انا بالنسبه لي الغفله ما غاديش يبقى كل نهار ياكل شاندويش ديال 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 الزنقه. وجدنا دابا حتى دخلنا ولادنا قيدناهم داو دوزو نص سنه، اش قالت لك نبدل التوقيت. حنا ما وافقناش، حنا والامهات راه شتي نهار الجمعه كانت واحد الكميه كبيره بزاف اللي جاو ما وافقوش على هاد التوقيت. قلنا ليها لا، عطاتهم ورقه نهار الخميس الجمعه قالت لهم الاثنين جو موجودين جيبو غداكم وجيو، يعني ما عطاتناش واحد بنادم يفكر واحد. انا ما كاينش مطعم، يعني المطعم ما كاينش، يعني هذا حتى هو سبب، يعني المطعم ما كاينش. يعني الدري مثلا ما تصيفط مع الغداء وداك الشيء، يعني ما كاينش شي ظرف اللي غادي تخليها مثلا تغدا ولا داك الشيء. وزعما كما قلت لك الحل الاول والاخير هما يلقاو شي حل اللي ما يضرهمش هما وما يضرناش حنايا. هاد الناس اللي تشوفوا جاوا عندي الفوندغودي، خدينا الاسماء ديال كل واحد فيهم، خدينا المشاكل اللي غادي ترتب على التوقيت المستمر بالنسبه لكل شيء. قلنا لهم غتعطيونا اسبوع، جا هذا الوقت حتى كانت احتجاجات من طرف اباء اخرين اللي باغيين توقيت مستمر لانهم تيقدوش يخرجوا وليداتهم في الصباح بكري. هادو الاغلبيه تيكون ولادهم اما عندهم الفوج الثاني، اما بحال هذا السيد اللي دواه هذا راه تيجيب ولادهم موتوريزو تيقدو يجيبوا ولادهم حتى ل 8:30، اذا الاخرين ما تيقدوش، ما يمكنش. مي هاد الناس اوليو باش يسمعوا لهذا الشيء اللي قلنا لهم ويخليونا نخدموا، ما بقيناش غنخدموا. لو فوندغودي ابخي ميدي ما كانتش قرايه، الدراري طالعين الاساتذه وهذا وشو، ودار واحد الهراج ودار، يعني ماشي لائق بالناس باباء.